استعراض مباريات اليوم النهارده في مباريات في البطوله الافريقيه، وزي ما قلت النهارده مباريات المجموعه الرابعه الساعه 9 في نفس التوقيت مصر هتستضيف السودان. مصر عندها 3 نقاط والسودان نقطه فقط، وبالتالي السودان عندها امل ان هي تكسب عشان على امل اللحاق بركب الفرق المتاهله في المركز الثالث، ومصر ان شاء الله الفوز بهدف مقابل لا شيء يؤهلنا بشكل رسمي كتاني المجموعه. ايضا في نفس التوقيت غينيا بيساو هتستضيف نيجيريا، ونيجيريا ضمنت التاهل خلاص في صداره المجموعه، وهتبقى مباراه تحصيل حاصل للنصور النيجيريه، لكن غينيا بيساو عندها نفس امل وفرص منتخب السودان. الدوري الانجليزي النهارده في مباراتين الساعه 9:30 من مساء اليوم، ليستر سيتي يستضيف توتنهام هوتسبير، والساعه 10 مساء برينتفورد يستضيف مانشستر يونايتد. دي مجموعه من مباريات اليوم سواء الافريقيه او حتى المباريات الاوروبيه في الدوري الانجليزي.